أهلا فيكم مشاهدينا من جديد، ونتابع مع فقرة التواصل الاجتماعي. من اليوم راح نتعامل بلغة الأرقام يومي الأربعاء والجمعة من خلال تسليط الضوء على حسابات شخصيات عامة، وذلك وفقا لإحصائيات دقيقة عمل عليها فريق إعداد برنامج سيدتي. وحسابنا التويتر الأول اللي يوضع تحت المجهر هو للملكة رانيا العبد الله. لنتابع. حسابنا الخاص بتويتر الأول هو للملكة رانيا العبد الله، التي اتخذت من دعم المرأة والطفل هدفا لها، حتى تمكنت خلال فترة وجيزة من كسب ثقة أكثر من 3 مليون متابع عبر حسابها على تويتر. ووفقا لإحصاءات عمل عليها فريق إعداد برنامج سيدتي، فإن نسبة متابعيها من النساء فاقت الذكور ب 71%، بينما كانت الفئة العمرية الأكثر متابعة لها ما بين 18 إلى 24 عام، وذلك بنسبة 49%، إلا أن 30% من مجمل متابعيها يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، 44% منهم يتفاعلون معها من العاصمة نيويورك. هذا وتمكنت الملكة رانيا من جذب فئة الكتاب لها بنسبة 13%، حيث اعتبرت الأعلى مقارنة بمتابعيها. يذكر أن مصادر برنامج سيدتي التقنية أكدت أن 376 ألف شخص غردوا باسمها خلال فترة شهر واحد فقط. ونتابع مع تقرير يسلط الضوء على سيطرة النساء على جوائز مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته 11، وفوز مخرجات من اليمن والإمارات وتونس بالجوائز الرئيسية في المسابقة الرسمية. التفاصيل في التقرير التالي. نساء استحوذن على الجائزة الأولى لمهرجان دبي السينمائي هذا العام، فقد فازت المخرجة اليمنية خديجة السلامي بجائزة أفضل فيلم روائي في المسابقة الرسمية لجوائز المهر العربي عن فيلمها أنا نجوم بنت العاشرة ومطلقة. تطلق تشتير تطلق وقد حصلت الإماراتية نجوم الغانم على جائزة أفضل فيلم غير روائي عن سماء قريبة. أنا قلت بخدم دول في بوش الرجال قالوا الحرب ما تدخل بوش يعني رقم واحد. فيما نالت التونسية هند بوجمعة جائزة الفيلم القصير عن فيلمها فتزوج روميو جولييت. أما المخرج الفلسطيني السوري سليم أبو جبل فقد نال جائزة المهر الخاصة للجنة التحكيم عن فيلمه الوثائقي روشيما، وهو أول تجربة له. وقد حصلت 3 أفلام شاركت في المسابقة على شهادة تقدير، وهي المجلس وهو وثائقي للمخرج يحيى العبد الله من الأردن، وراني ميت للجزائري ياسين بالحاج وهو روائي، ورسالة إلى الملك للعراقي هشام زمان الذي أنجزه بين السويد والعراق. كذلك منح المهرجان شهادة تقدير للمخرج اللبناني كريم الرحباني عن عمله الذي يتناول عالم الرهبنة والنفاق الديني وعنوانه ومع روحك، بينما منحت شهادة تقدير أخرى للأردني رامي ياسين عن فيلم في الوقت الضائع. وحتى في جائزة المهر الخاصة بالأفلام الإماراتية برزت المرأة مع فوز المخرجة الشابة عائشة الزعابي بجائزة المهر الإماراتي عن عملها القصير البعد الآخر، فيما منحت جائزة لجنة التحكيم لمحمد سويدان عن شريطه الاعتراف. أما الفائز الإماراتي بجائزة وزارة الداخلية لأفضل سيناريو مجتمعي وقيمتها 100,000 دولار فكانت المخرج الإماراتي سعيد سالمين المري عن ساير الجنة. ومع هذه الجوائز يختتم المهرجان اليوم فعالياته التي استمرت على مدى 8 أيام، جمعت النجوم وعشاق السينما على أمل اللقاء في العام المقبل في الدورة 12. ألف مبروك للسيدات الفائزات في المهرجان. مشاهدينا فاصل قصير ونتابع من بعد فقرات سيدتي. في سيدتي بعد الفاصل، ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة ينطلق تحت شعار هيا نمشي.